اعذروني يا جماعة، انا اقول لكم حاجة، انا مش هقدر الايام اللي جاية دي كلها اعمل اي فيديوهات تاني. هقعد يجي شهر شهرين حداد على اروح زوجة خالي الله يرحمها محسن اليها ويجعل مثواها الجنة، طولها بالمغفرة والرحمة علينا يا رب. اتمنى ان انتوا تدعولها بالرحمة والمغفرة من قلوبكم. أحسن الناس يا جماعة دايما هما اللي بيبعدوا عني. سبحان الله سبحان الله، كان قلبي حاسس إن هي تتوفى، أني كان عندي أمل والله إن هي تقوم بالسلامة، وكنت دايما بدعيلها كنت دايما بدعيلها الله يرحمها ويحسن إليها ويجعل مثواها الجنة يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. معلش أنا هقطع مدة كبيرة شوية عشان أبعد خالص، حتى عشان نفسيتي ترتاح، بس نبقى مطمنة شوية، سامحوني معلش. إن شاء الله بعد الشهرين دول أبقى كويسة إن شاء الله إن شاء الله. أشكركم 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 جدا، دول إن أنا أبقى كويسة على الشهرين دول دول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.